يا اخوان سؤال، هل سمعت احد يتبسم قد محمد صلى الله عليه وسلم؟ اختم السؤال هذا، عمركم شفت واحد
باقي صدر من الطاعه على اي نوع؟ حتى قال علي بن ابي طالب مسلم: وددت ان اغزو في سبيل الله ثم اقتل ثم احيا ثم اغزو ثم اقتل ثم احيا ثم اغزو ثم اقتل. هي ثلاث مرات كل شيء بالدين زين، الصلاه زين، بر الوالدين زين، بس ما تبيها النفس. اوريك شلون سؤال اخوان، لا تشوف واحد يقول هل حياتي هل عمري سمي امري يا حبيبتي وه بس يا زين الصوت بس اموت يا قلبي امن سمين اجي استخدم بالليل والله لا اجي ريوي السمي يمشي مين كلم يعني اسالكم بالله اصلا كم امه؟ يا ماما لا تنزل يقول ايه استمين يا الله اخلصي ايه يا هلا بسرعة اخلص ايام اخوي عزيز اسبوع عندك ودنا خلاص ولا تكدين علينا خلاص نكلم الحم ودمه اللي طلع منه ليه دي كذا ودي كذا؟ لان الشيطان ما يبي والنفس ما تبي النفس ما تبي تقشر النفس تقشر النفس عماره بالسوء النفس سبحان الله العظيم. لكن انت حاول واذا نجحت بهذه ابشر والله ابشر يا شيخ.